قبل استكمال النشرة وبعد التحقيق معه صاحب الملهى السيد علي صالح، معنا في اتصال هاتفي، وهو الملهى يعني الذي يعني حكي أن أو بثت الفيديوهات بأنه جرى فيه الرقص على وقع آيات قرآنية. مساء الخير سيد علي. مرحبا، بس أنا ما بقدر أسمعك مزبوط، صوت كثير بعيد. تفضل اسمعني، جرب اسمعني من أباريت التليفون مش من التلفزيون. أنا مش قدام التلفزيون، أنا بس قدام التليفون. طيب تفضل، بس حطنا بأجواء، ما هي حقيقة هذا الأمر؟ ما هي حقيقة الفيديوهات التي سربت من الملهى الليلي اللي حضرتك بتديره أو بتملكه، وجرى فيها الرقص على وقع آيات القرآنية، وتحدثتم أنه هيدي المشاهد قديمة يعني عمرها شي شهر مش جديدة. تفضل. نعم نعم، أول شيء هذا الحكي أنه هذا الموضوع، السهرة كانت بقلب رمضان منه مصر. هذه السهرة صارت من 5 أسابيع ومش بشهر رمضان، هي واحد. اثنين، موضوع انه العالم كانت عم ترقص على ايات قرآنية كمان منه موضوع مزبوط. شو لك؟ اللي طلع على صفحة وينية الدولة كليب، جزء منه مزبوط وجزء منه بالاخر زادوه، هن عادوا نفس الكليب ليبين انه الجزء اللي اللعب اطول من ما هو مزبوط. سو الكليب اللي مرق هو شخص عم بقلب بمحطات الراديو، منه كليب في بقلبه اي قرآنية ممزوجة مع موسيقى. نعم. منه كليب انه كانت العالم عم ترقص عليه، كان دي جي عم ببدل ورا دي جي عم بقلب بمحطات الراديو. عندنا نحن كليب كمان اوضح من اللي طلع اونلاين، ببين بالضبط شو صار، انه بين محطة ومحطة، اذا اللي بينتبهوا على العالم اذا شافوا الفيديو مزبوط، في حكي بعدين في غنية عربية، بعدين قطعت هيدي قطعت القرآن برجع بيغني، بيرجع بيقطع غنية تاني، كأنه راديو عم بيقلب. بس انه هل هيدا الشيء يعتبر مبرر؟ اول شيء عم بتقلي انه الفيديو قبل شهر رمضان، يعني اذا ما كان بشهر رمضان بيكون مبرر هذا الامر. ثاني شيء، ثاني شيء بالملاهي الليليه المهمه والكبيره مثل الملهى اللي حضرتك بتملكه. نعم. بتصير الموسيقى، نحن بنعرف الدي جي بحضر موسيقته قبل، يعني ما بتصير عشوائية الموسيقى وعلى الراديويات في الملاهي الليلية، مش هيك ولا أنا غلطانة؟ نعم. مظبوط الحديث، مظبوط الحديث، بس الدي جي ما أول شيء إيه، بس ما فينا نبرر للعالم هذا الأمر يعني. أنا مش عم برر، أنا عم بقول اللي صار صار، بس مش صار بالطريقة اللي عم يشرحوا فيه على وسائل الإعلام. هذا نعم. مايكروب صار له فاتح 7 سنين بحياته ما صار في بقلبه مشكله مثل هاي. نعم، حضرتك اليوم خضعت ل شغله. تفضل. انا اسمي علي صالح، انا مسلم، يعني ما بدي انا صفحه مثل صفحه هيدي تيجي تزيد علي وتعلمني انا شو هو ديني وشو هو الصح وشو هو الغلط. طيب شو هي الاجراءات اللي حضرتك اتخذتها مثلا بحق الدي جي لنقول؟ توقف الدي جي اون ذا سبوت ونصرح له للزلمة انه هذا الشيء ما فيك تلعبه. نعم، حضرتك اليوم خضعت للتحقيقات ما هيك خلال النهار؟ نعم. بهيدي القضية. نعم. شو طلع؟ نعم. الموضوع بالنهاية مثل ما عم بشرح لك القصة، شرحت لهم القصة وبالنهاية القضاء يعني شو الإجراءات اللي اتخذت؟ شي إجراءات بحقك؟ منع سفر، هيدي الأمور؟ منع السفر ما بعرف، انه ما بعتقد قاتل حدا انا لا يطلع بحقي. نعم. منع سفر. شكرا على هالمداخله وعلى هذا التوضيح سيد علي صالح، شكرا لك.